السلام عليكم، معكم محمد عدوم لوغيا ديكول دانجينيور لاكاديمي دي زارت تراديسيونيل، وكنشكر اليوم القناه ديال البرنامج اشواقع، وكنشكر الاستاذه مريم اللي عطاتني هذه الفرصه بانني نحضر هذه الحلقه هذه. بيان سور كنهضروا على برنامج اشواقع لانه كيدخل في واحد الاطار اللي فواحد التعطيل اللي هو صحفي. اليوم غادي نبارطاجي واحد التجربه بيان سور اللي عطاني، اللي كنشكر مره اخرى برنامج اشواق والاستاذه مريم عطاتني هذه الفرصه باش نعاود النهار هذا. دونك التجربه اللي قصه اللي هي جزء من قصه حياتي. الوغ القصه بدات فاش انني بيان سور من بعد الاضطرابات اللي بزاف اللي عشت في حياتي، ربما كانت بعض منها كتدخل في المجال العائلي وهذا الشيء ما غاديش ندخل فيه بيان سور. دونك كانت بعد ما خديت البكالوريا ديالي وبيان سور اللي درت المستحيل باش انني ناخذها بواحد لانوط اللي هي كبيره، وبيان سور فاش كيتسدو في طريق كاع البيبان كيبقى باب اللخ ديالك هو لافاك. بيان سور دخلت ودرت واحد الحاجه اللي انا ما مرتاحش فيها بيان سور، طراو لي بزاف المشاكل منهم من بينهم انني وليت بحال اللي تيفارغ راسي واحد الشعبه وانا ما مرتاحش فيها. ربما كاين شي حوايج اللي ارتبطوا باحلام في الصغر، بحال انني في الصغر كنت كنحلم، ربما المشاهد اللي كيشوفني دابا غيضحك في لي كومونتير، مي كان الحلم ديالي شويه مختلف، ماشي حلم ديالي انني باغي نكون مهندس او باغي نكون طبيب، مي كان الحلم ديالي انني كنت باغي نكون رائد فضاء، يعني كنت باغي نطلع للقمر، وربما هاد الاحلام هادو ما كنبارطاجيهمش مع اي واحد، واليوم غنبارطاجيها مع الجمهور الكريم. هو انني وبحال هذاك الحلم بحال حاولت نرجع ليه، وفاش طلعت لافاك بحال قلتي الامر ولا بجديه، وليت انني كنخدم بشكل ماشي بشكل طالب اللي باغي يفاليدي واحد الماده، مي بليت كنخدم بشكل عالم، انني كنشد واحد لافورميل كنحاول نحقق فيها. المهم من بعد الاضطرابات اللي طاولي بزاف ذاك العام، نقدر نقول لك العام اللي كان يعني كان الفشل ديالي في لافاك، ونقدر نقول لك في هذاك كانت هي المرحلة الصعيبة في حياتي اللي غادي ندخل في واحد المرحلة واحد الاكتئاب نفسي خايب. علاش؟ لأنني غيبدا بالرسوب ديالي أولا، ومن موراه غيكون بالمرض ديال الأم ديالي باش غيجيها السرطان. يعني تما جوج اضطرابات نفسية، اضطراب من ناحية في المجال الدراسي، ومجال الثاني هي أهم حاجة في حياتك اللي هي أمك، وكل الناس سميتو نقطة الضعف ديالنا هي أمنا. بيان سور الجمهور الكريم كيعرف هذا الشيء هذا بيان سور، وبزاف الحوايج يعني في ديك المرحله يعني غنضطرب نفسيا، ما غنعرف ما ندير، غندخل في واحد الاكتئاب خيب لدرجه صافي غنكره القرايه، غنكره حياتي، غنكره كل شيء، غنكره الناس اللي دايرين بيا. يعني في ديك اللحظه انني غنقول كون غير الارض تشقات وبلعتني، ولكن لا، ولكن الحمد لله جاوب بعض الاقتراحات من بينهم انني واش نتقيد في شي سونتر او اف بي بي تي كوني حاصل على بكالوريا سيونس فيزيك. يعني كاين بعض الافاق في التكوين المهني، لهذا تقيدت في السونتر ديال جيني سيفيل فيليغ انجينيوري، قدرت ندير دوزون تكنيسيان سبيسياليز اون جيني سيفيل، والحمد لله دائما انا من النوع ديال الخالف تعرف، يعني نفس البرانسيب اللي تبعته في لافاك غير بدلت شي حوايج ديال انني دائما ما كنسمعش لهضره البشر ولا راك ما غدير والو، عامي ديال جيني سيفيل راه التكوين راه لو اف بي بي تي راه سميتو اش غادي يديروا الناس كاع، مثلا ها انت قريتي عامين لو اف بي بي تي تكنيسيان ماشي هو انجينيور، اش غادي تقدر دير كاع. انا دائما كانت عندي الحمد لله خالف تعرف، دائما الحمد لله كنت كنكون مختلف، وهذا اللباس اللي انا كنحضر فيه اليوم بالحوار نقدر نقول حضرت فيه با مال دي بريزونطاسيون اورال كو جي بريزونتي يعني دوفون لو بوبليك، كان عندي لا بريز دون بارول اون بلان بوبليك، وهاد القضيه شافوا فيها الاساتذه، شافوا فيها الاختلاف على الناس الاخرين، بحال انني في بريزونطاسيون اورال مالغري ان لو اف بي تي كانوا اغلبيه ديال لو اف بي تي كتلقى واحد النيفو طايح ديال الفرنسي، انا كنت كنتحدى واني اكسبوزي اورال الى انا باك بليس 2 خصني نهضر بواحد النيفو ديال باك بليس 2، وكان بريزونتي واحد السوجي من اتازيت كله فرونسي، يعني كوم ان كونفيرونس كنديرو، والحمد لله هادشي لاحظوا فيه الاختلاف في الاساتذه. ابخي بيان سور دوزون ديال التخرج ديالي باش غنلخص، يعني نقدر نقول لك تما بدات واحد المرحله اخرى ديال انك كتفكر خصك، حيت اصلا صافي نقدر نقول لك بحال نقولها بهذا المصطلح، اسمحوا لي طلع لي الزعف من القرايه كما كنقولوا، بحال قلت هذيك العامين فكر في حاجه وحده هي يعني نمشي نقلب على خدمه. بديت كنستاجي في واحد الشونتي حدانا قريب من السكنه ديالي، تعرضت لبزاف العيبات ديال ان مشيت للتيستاج اللي احتقروني فيهم واعتبروني انني لا علاقه وما عطاونيش الوقت، وما لقيتش اللي يعطيني حتى فرصه لانني نثبت الكفاءه ديالي. المهم تما بحال قلتي غيبقى سيرجي انت ما حيتك الستاج ما حيتك تثبت كفاءتك حتى غتجي الفرصه، يعني نقدر نقول هي طاقه القدر في حياتي، وكانت هذه الفرصه اللي غتجيني هي اللي غتغير الحياه ديالي ديال بصح، ولا غتردني من شخص محطم لشخص اكثر انرجي
واكثر امل. والان سميتو كيشوف فيكم اليوم في هذا اليوم الكريم، وبالشكر الخاص للاستاذه مريم والاكيب التقني اللي عطاني باش نعاود هذا النهار هذا سميتو هذه القصه هذه ديال انني كنهضر بهذه الثقه بالنفس. الحمد لله كنهضر كل امل ديال انني تعرض عليا فرصه باش اني ندوز كونكور في لاكاديمي دي زارت تراديسيونيل اللي هي ايكول دانجينيور اللي هي باقا جديده عندها شي 7 اون ديكسبيريونس كاينه في لا موسكي حسن 2 كتكون يعني دي زانجينيور في لي زارت تراديسيونيل بيان سيغ لواحد القطاع اللي بزاف الناس كينضر ليه بواحد الاحتقار اللي هو قطاع الصناعه التقليديه. يعني كيشوف الناس ان واحد كيقرا في واحد ليكول دي صناعه تقليديه راه غيتخرج حريفي راه غيتخرج معلم راه غيتخرج باش يمشي لاطولي. لا، اي دومين عنده اختصاصيين ديالو، اي دومين فيه كنبقاو غاديين بالهيرارشي، اي دومين عنده الانجينيور ديالو عندو التكنيسيان ديالو عندو الكادر ادمنستراتيف عندو كذلك لا مان اوفر. وحنا كنكملو بعضياتنا، علاش ما نبقاوش نشوفو بداك الامر نبداو نقولو هذا انجيني وهذا تكنيسيان هذا هذا بناي؟ لا، علاش لي ما نقولوش هاد لي بارتي بحال قلتي لا بارتي بور لوتو، يعني شاكا ايفا كومب ايفا اكومبلير لوتر. علاش ما نريزونيش بهذه الطريقه؟ حنا كنكملو بعضياتنا بحال دار، الا ما كانتش السيما زائد لياجور زائد رمله هذا سميتو، الا ما كانش هاد لي ماتيريو بثلاثه راه الدار ما غاتكملش. واش ممكن انك ياجور فوق ياجور حطيتيها الدار غتبقى ثابته وستابل؟ لياجور بيان سيغ الا ما كانتش السيما والرمله والماء هذاك لياجور ما غاتشدش مع لياجور، وياجور فوق من ياجور فوق من ياجور زائد السيما والرمله كوم كوا كنطلعوا حيط، كوم كوا كنزيدوا عليه حيط اخر، كوم كوا كندير واحد الموبل اللي هو متكامل. دونك بحال هكا هو البرانسيب ديال اننا كيفاش كنشوفوا مثلا ما بين الانجينيور والتكنيسيان والعلاقه ما بين المان اوفر. وهاد القصه فيعني بيان سيغ من بعد يعني انا ما بارطاجيتهاش مع اعز الاصدقاء ديالي، اليوم كنبارطاجيها مع الجمهور كامل مع المغرب كامل. يعني هذا الشيء كامل قلته للعبره ماشي للفرجه اولا، وباش انكم شوف ما وصلتيش اليوم ما صدقتش هذه اللعيبه اليوم غتصدق غدا، ما صدقتش غدا غتصدق بات غدا. على الا عطينا غير اكزومبل علمي حيت انا سمحوا لي معنا سيونتيفيك يعني كنعطي يعني دي زيكزومبل سيونتيفيك. توماس اديسون راه بيان سيغ 99 مره هو كيجرب المصباح وتا الما وتا يعني المره 100 عاد قدرت انه يشغل لي ذاك المصباح. يعني يكون فقد الامل ما غيكون اليوم ما غيكونش الضو نهائيا وما غيكونش كنشنعوا الضو ديالنا باش انا نقدر نفطروا باش انا نقدر نفيقوا مع الصباح. فضل توماس اديسون وفضل انه واحد الانسان اللي ما فقدش الامل. دونك كما قلت لكم هذا الشيء هذا يعني باش تستافدوا بتجربه، ما صدقتش هذه اللعيبه اليوم غادي تصدق غدا. يعني نجرب ما ندوش ناخذوا مثلا مثال هذا سقط في الباك حتى انا غنسقط في الباك، هذا ما نجحش في الدبلوم حتى انا ما غندير فيه والو، هذا تخرج وما خدمش بديبلومو حتى انا ما غنخدمش بديبلومي. من نستافدوا كاملين نستافدوا كاملين كوم كوا راه سميتو راه قادرين نوصلوا. الا درنا بان واحد لوبجيكتيف واحد التحدي باغي نوصلوا ليه راه غنوصلوا ليه، وكل شيء بالامل افيك لا فولونتي لا باسيونس اي لا باسيون توت اي بوسيبل افيك لا فولونتي. هادشي اللي غادي نشكركم، هادشي اللي غادي نحاول نوصل لكم. وكنشكر مره اخرى الاستاذه مريم اللي عطاتني هذه الفرصه وعلى الطاقم التقني ديال جريده اشواق، لان بيان سيغ كتسميها بجريده لان كتخضع لواحد التاطير اكاديمي وواحد التاطير صحفي مميز اللي كتسهر عليه الاستاذه مريم. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع ديالكم، وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.